جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تعتبر الأيدي عورة في الصلاة إذا كنت أصلي في البيت لوحدي؟ نعم، الذي عليه الجمهور أن جميع جسم المرأة عورة في الصلاة يجب سترها ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها، فتكشف وجهها إذا صلت وحدها أو عند النساء أو عند رجال محارم الصلاة، وما عدا ذلك فإنها تستر جميع بدنها بما في ذلك الكفان. نعم.